أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة، ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة رزق التفكير العكسي، فمرحبا بكم. التفكير العكسي أيها الأحبة هو رزق يعرفه المميزون والمعطاؤون والباحثون عن الحقيقة في رحلة الحياة. فقد تميز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستطيع أن يرى الصورة الكبرى ويرى أن الحلول العكسية هي التي تصنع الأسرة السعيدة والمجتمع القوي. ولذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه حينما أهدي له شاة مشوية فقسمتها كلها إلا كتفها، فدخل عليها صلوات الله وسلامه عليه صاحب النظرة الإيجابية والنظرة الكبيرة والتفكير السليم، فذكرت له ذلك فقال لها حاثا على التفكير بطريقة عكسية: يا عائشة، كلها لكم إلا كتفها. نعم، لقد استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينظر بنظرته العكسية أن في الحقيقة كل ما تم التبرع له هو ما سيبقى، وأما ما سيتم أكله أو تداوله من أهل البيت فهو الذي سيذهب. وقد استطاع صلوات الله وسلامه عليه حل مشكلة وضع الحجر الأسود في مكانه من خلال هذا التفكير، التفكير العكسي، بعد أن فض النزاع بين أشراف مكة على من يأخذ هذا الشرف العظيم، حيث لما زاد النزاع بين بنو عبد الدار وهم المسؤولون عن الكعبة وقالوا نحن حجبة الكعبة وحلفوا بالله أنه لن يضع الحجر الأسود غيرهم، وأتوا بإناء به دم ووضعوا أيديهم في الدم وغرفوها وقالوا والله لن يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم. وعندما رأى بنو مخزوم هذا المنظر جاءوا أيضا بإناء به دم وقالوا أيضا ما نترك وضع الحجر الأسود إلا بالدم. وأيضا كذلك فعل بنو عدي بن كعب، وكان كل ذلك منظر على وشك أن يبدأ قتال كبير سيحتدم بين كل هؤلاء الشرفاء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الحكيم والصادق الأمين حينما رأوه قالوا رضينا بالصادق الأمين رضينا. فتميز في طريقة تفكيره حتى قبل الوحي، فنزع صلوات ربي وسلامه عليه ثوبه الشريف ووضعه على الأرض وحمل الحجر الأسود بيديه ووضع الحجر الأسود على الثوب، ثم نادى سادة قريش من كل القبائل وقال لهم احملوا الثوب، فكلهم اشتركوا في حمل الحجر الأسود حتى رفعوه إلى مكانه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الثوب ووضعه في مكانه بيديه الشريفتين، فحل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التفكير مشكلة كادت تؤدي إلى قتال بين أهل قريش وكادت أن تؤتي بالدماء من كل صوب. التفكير العكسي إذن أيها الأحبة رزق مهم، فهو رزق يقوم أنه قد تكفيك 5 دنانير ما لا يكفيك من 10 دنانير فقط مثلا، وهو ما تقوم عليه فلسفة البركة، فهو نوع من أنواع التفكير من الأهمية بمكان، لأنه يرتكز على حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهنا في رحلة الحياة كأفراد أو كمجتمعات، وتجعلنا في الحقيقة نقلل من الاعتماد على الموارد. فرزق التفكير العكسي
رزق يقوم على توجيه النشاط العقلي المركب والهادف إلى صناعة الشعلة والإلهام الذي يذكر رغبة في البحث عن الحلول أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقا. فالتفكير العكسي هو عملية عقلية مدفوعة بالرغبة القوية تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للمشكلات التي تواجهنا في رحلة الحياة، وهو رزق كبير علينا الاستفادة منه، لأنه يسهم في دفع عجلة التقدم بالأمم والرقي بها، كما يساهم في تركنا للبصمة في الحياة. ممارسة التفكير العكسي أيها الأحبة وتطبيق هذا الرزق يحتاج منا أولا إلى الطلاقة والإنتاج الأفكار والقدرة على التذكر للخبرات السابقة والمعلومات المتراكمة. فكل ما سبق وتعلمناه يفترض أن نستدرجه وأن نستنتجه وأن نضعه أمامنا عندما نرغب في الاستجابة لمثير معين أو إيجاد حلول جديدة والتوصل لأكبر عدد ممكن من الخيارات والبدائل. فهذا الرزق يتطلب منا المرونة وعدم الجمود في طريقة التفكير والقدرة على التحول السريع بالحالة الذهنية وتحويل المواقف عند الاستجابة لمثير من خلال البحث عن الخيارات والبدائل التي هي غير مألوفة في حل المشكلات. وهذا الرزق من التفكير يحتاج إلى الأصالة في إيجاد الأفكار الجديدة التي لم تكن مألوفة، كما يحتاج إلى الملاحظة التي تقوم على التركيز والتي تساهم في رفع قدرة الفرد منا على إغناء أفكاره بالخواص التي تساهم في تحقيق أهدافه في رحلة الحياة. بل إن هذا الرزق يساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية في حل كل المشكلات التي تواجهنا كل يوم، إعطاء نتائج كثيرة من خلال أقل الإمكانيات وليس باستخدام الموارد. فهذا الرزق يساعدنا أن نرفع الثقة بالنفس ويجعلنا نستكشف قوانا الداخلية بطرق لم نعهدها من قبل، وبل هو يزيد من النوايا الصادقة وبل فهمنا لفحوى وجودنا في هذه الحياة. قصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة هي قصة رواها أحد المعلمين الأفاضل، وكان يتصف هذا المعلم بالذكاء والحكمة والحلم وسرعة البديهة. يقول هذا المعلم وهو معلم للغة العربية: في إحدى السنوات كنت ألقي الدرس على الطلاب أمام 2 من رجال التوجيه لدى الوزارة، فقد حضروا لتقييمي، وكان هذا الدرس قبيل الامتحانات النهائية بأسابيع قليلة. وأثناء إلقاء الدرس قاطعني أحد الطلبة قائلا: يا أستاذ، إن اللغة العربية صعبة جدا، وما كاد هذا الطالب أن يتم حديثه حتى تكلم كل الطلاب بنفس الكلام وأصبحوا كأنهم حزب معارضة على طريقة التدريس وعلى المادة نفسها وهي مادة اللغة العربية. فهذا يتكلم هناك وهذا الطالب يصرخ وهذا يحاول إضاعة الوقت وهكذا. سكت المعلم قليلا ثم قال: حسنا، لا درس اليوم، وسأستبدل الدرس بلعبة نلعبها معا. فرح الطلبة وتجهم الموجهان الذين كانوا ينظرون إلى تصرف المعلم بكل استغراب. رسم هذا المعلم على اللوح زجاجة ذات عنق ضيق، ورسم بداخلها زجاجة أخرى، ثم قال: من يستطيع أن يخرج هذه الزجاجة من الزجاجة الأكبر بشرط أن لا يكسر زجاجة الأخرى الأصغر. فبدأت محاولات الطلبة التي باءت بالفشل جميعها، وكذلك الموجهان، فقد انسجما مع هذا اللغز وحاولا حله، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل. فصرخ أحد الطلبة من آخر الفصل يائسا: يا أستاذ، لا تخرج هذه الزجاجة إلا بكسر الزجاجة الأكبر. فقال المعلم: لا يمكن، فهذا خرق للشروط التي وضعتها لكم. فقال أحد الطلبة متهكما: إذن يا أستاذ، قل لمن وضع الزجاجة بداخل الزجاجة الأكبر أن يخرجها كما أدخلها. فضحك الطلبة، ولكن لم تدم ضحكتهم طويلا، فقد قطعها صوت المعلم وهو يقول: نعم صحيح صحيح، هذه هي الإجابة الصحيحة، فإن من وضع الزجاجة الأصغر في الزجاجة الأكبر هو فقط من يستطيع إخراجها، وكذلك أنتم، فقد وضعتم مفهوما في عقولكم أن اللغة العربية صعبة، فمهما شرحت لكم وحاولت تبسيطها فلن أفلح
إلا إذا أخرجتم هذا المفهوم بأنفسكم دون مساعدة، كما وضعتموه أنفسكم دون مساعدة. يقول المعلم: انتهت الحصة وقد أعجب بي الموجهان كثيرا، وتفاجأت بتقدم ملحوظ للطلبة في الحصص التي بعدها، بل وتقبلوا مادة اللغة العربية قبولا سهلا يسيرا. نعم أيها الأحبة، هذه قصة ذلك المعلم الذي فعلا بيّن من خلال التصور العقلي أنه لا صعب إلا ما جعلته صعبا بإرادتك، وبإرادتك ممكن أن تجعله سهلا فتنجزه دونما أي عوائق أو أي مشاكل من خلال منهجية تبعها في الشرح اسمها التفكير العكسي. اللهم ارزقنا هذا التفكير العكسي الذي يجعلنا نحل الكثير من مشاكل في حياتنا بطريقة مختلفة ونجد الحلول بأقل الموارد. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ونظرات متعددة يا مفهوم الرزق ندرك من خلاله دورنا في العطاء، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.